السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. وين اللي يقول بروح مكة يوم بريح وبرجع يوم ثاني؟ أبد، شفت نفسي نشيط، قلت يا رجال دام خلصت عمره بدري أرجع للرياض. ما شاء الله، الله يتقبل منك وثبتك. وأنا ما قلت إن أنك راح مكة، لأن العمره ما أخذها عنك. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا بتعتبر عن؟ إيش دعوة يبا، بسم الله عليك، الله لا يقوله. بس قلت أنت يعني كبير في السن، ويمكن يعني ما تقدر تأخذ عمره، زحمة وكذا. أنا ما فيني إلا العافية، أقدر أعتمر وأقدر أحج بعد. طيب جبت زمزم. أي ياك الله خير. بعد إذنكم أروح أريح. هذا جساده، الولد يبي فرحك، كان قلت له كلمة حلوة. قلت جزاك الله خير. أنا حسبته بيفرح بيستانس، لكن للأسف غسل شراعي زي العادة. ما أدري هذيك راح تقوله ما تقدر تزين عمره، أكيد أبي يعصب ويذق صدره. طب وش أسوي، هذا أسلوبي، ما أعرف أعبر. طيب يمكن حتى هو ما يعرف يعبر، هو نطالع عليه. قالوها ابن الوز عوام. أهم حاجة إحنا مستفيدين، فواكه وزمزم. ها المرة الجاية نبغى ذبيحة. هلا يبا سمسم، أبشر أجيب لك لبن. طب تبيه كامل وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. ودي أعرف وش السر، ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه يحبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وهو داخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا روح كمان. بس ستوب، اتحداك البراد البطلة. اسمع، ابيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان ابوي اذا دخل واذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا انت عايز؟ لا ابوي اسمع علي. انا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه، حي ما مات. اوه انا في صوي غلط، هذا مشكلة. انا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، اسم مشكلة. انا كيف اسوي؟ مهبول انت، الحين ابوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. ايش تسوي يا لهين؟ خلاص خلي الموضوع علي. هايبا، وش رايك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وانا ابوك. الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكرة؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكرة حبيتها؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطأ مطبعي. خطأ مطبعي، شيل اللوحة وخلي البرادة واذلف. أبشر صديق، أتقر انقص، أصان يبضى أنا صغل سباكة، أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه يسرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر سم يبا، وش هالصوت؟ دريل. ها خرجت الجار؟ اي خرجته علشان مد مويه البراده. الله لا يصابه ولا يعطي عدوك عافيه، شيل البراده، ما بي براده ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكه وادعي له واحط له براده علشان الاجر، وبالاخير يدعي علي. صاحي انت، أنت ارتكبت خطأ عظيم، الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان، لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار، سنين هو يبني هالجدار، تجي أنت خارق أبو دريل. طيب في أين البرادة؟ أسكت، لعامر يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، أبي أفهم شيء واحد، أنت ليش مشكل عمرك وتسوي كل ذا؟ أبي أبوي مثل أبوك، ودي أحس إنه يحبني، تصدق بعض الأحيان ودي أقول له خليك مثل أبو ياسر.
صدق فكرة حلوة. مهبول أنت، والله لو كل أبوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي أنا وأبوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي بس بتلميحه. والله فكرة. أبوي سمي يبا أمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة. والله تقاطع ولا إشارات. سمي يبا عطى الضيوف لأبوه. سمي عم. تسلم عم. شلونك أبو عامر؟ بخير الله يعطيك العافية. أقدم. تسلم حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك. أنا وياسر ما نختلف، إحنا أصدقاء وأنا ما مارس عليه سلطة الأب. ترى مو هو دايم بعض الأحيان. الله يصلحه ويخليه لك. ياسر علمه غانة. حتى عامر ما شاء الله عليه حب ريح وشكرتي. عامر الله يصلحه، مرة يصلحها أو 20 مرة يخربها، رابع عن ضغطي. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا بتعتبر عن؟ الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافية. شيل البرادة، ما ببرادة ولا ببك شيء. علاقتك مع أبوك سيئة؟ لا. علاقة قوية وممتازة؟ بعد لا. أجل، وش العلاقة اللي بينك وبينه؟ صدقين يا دكتورة، ما قد يوم أبوي قال لي كلمة أحبك. تسمح لي أتواصل معه؟ حنا والله ما نعرف العيادات النفسية ولا فين إلا العافية. إلا ولدي عامر وش فيه؟ عامر ما فيه إلا العافية، بس أنا أبي منك طلب يا أبو عامر. أمر يا دكتورة، وش تبي؟ أبي إذا دخل عامر بعد شوي تقول له أحبك. بس خليه يجي. خلي عامر يدخل. عامر يا وليدي أحبك من جدك يا با؟ إيه من جدي. تحبني تحبني الصدق يعني؟ نعم أحب. فيها